وانضم لي الهاتفين المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة. بالتحية باشمهندس محمد، نتحدث حول يعني أهمية هذا الموضوع المهم، وهو توطين الصناعة المحلية ومحاولة نفاذها داخليا وخارجيا في الأساس، وده المهم، وده يأخذنا في علاقتنا وشراكتنا مع دولة الكويت وكيف يمكن تنمية الصادرات وأيضا الجهود لتصدير هذه الصادرات بالشراكة مع دولة الكويت. اولا بحيي حضرتك والسادة المشاهدين جميعا، وكل عام وحضرتك بخير. الحقيقة طبعا يعني احنا في جمهورية جديدة كما ذكر مرارا، وانا اعتقد ان هذه النهضة الصناعية الحقيقة يعني اللي بيأسس ليها فكر، يعني اولا يعني دي ليست مجاملة، ولكن رئيس الجمهورية بيقوم بعمل عظيم، وده شأن الناس العظماء اللي اقاموا نهضة صناعية في بلادهم زي مهاتير محمد ولولا دي سيلفا في البرازيل. الحقيقة فكرة التواصل والربط بين السياسة والاقتصاد ده موضوع مهم جدا. أولا لابد أن تتقارب يعني مع الدول العربية، وهذا طبعا قدرنا أن احنا كلنا يعني أمة عربية واحدة، المفروض أن هذه هي الأسواق الواعدة بالنسبة لنا أولا. الشيء الثاني هو طبعا ما يفعله الرئيس من تشبيك القوة العربية. يعني حضرتك النهاردة واحنا بنطالب ان تكون، حتى الرئيس عندما تحدث عن افريقيا ودول الكوميسا كان بيتكلم على فكره التكامل الصناعي بيننا وبين هذه الدول. وطبعا في القلب الدول العربيه المفروض ان احنا نقيم الشراكات معهم، لان حيث توجد الميزه، يعني لو اعتبرنا ان هناك رؤوس اموال عربيه كثيره ممكن جدا ان تاتي لمصر بعد النهضه اللي شهدتها مصر من تطوير البنيه التحتيه وتوسيع طبعا المواني وقناة السويس الجديدة، ويعني مصر أصبحت النهاردة مؤهلة لأن تصبح مصنع العالم في عالم طبعا يعني بتسود جائحة المفروض أنها أثرت سلبا على أغلب البلدان. وأعتقد أن حضرتك تعلم والجميع يعلموا أن النهاردة هناك يعني مشاكل لوجستية في بعض الدول وخاصة في شرق آسيا فيما يتعلق بالشحن، أو يعني تكلفة الشحن تضاعفت من 10 ل 15 مرة. نعم. عشان كده مصر ربنا حراها بهذا الموقع العظيم اللي هي ممكن جدا تستثمر هذا الشيء، ان تصبح منطقه لوجستيه ومصنع للمناطق المحيطه، مما او ان يخفض التكلفه، لان ما قام به الرئيس هو ما وعد به في الدوره الانتخابيه الاولى ان هو كان دائما بينحاز للمشروعات الصغيره اللي احنا في اتحاد الصناعات بنطلق عليها الصناعات المغذيه، لان فكره الربط بين هذه الصناعات والمصانع الكبرى بيعمل على تعظيم العائد او الادد فاليو او القيمه المضافه في الصناعه. وخاصه حضرتك دلوقتي انت اصبحت يعني محطه انظار زي ما قلت باشمهندس محمد الى كل دول العالم، وخاصه للصناعات الثقيله. فهنا الحاجه الى وجود مجمعات للصناعات الصغيره او المغذيه لكي تتوائم وتتلائم مع الصناعات الثقيله، ده مهم. صحيح، لان سلاسل الامداد في العالم كله تاثرت بالجائحه زي ما قلت لحضرتك، فأصبح هناك يعني زي ما قلنا ان احنا من هذه الجائحه ممكن نخلق فرص، وهذا ما تم بالفعل. يعني الرئيس بيقولي هذا، والرئيس لديه ذاكره يعني اعتقد ما شاء الله يعني حديديه، بيوجه ثم يتابع، لا يترك امر على عينه لمن يقوم به. وانا بعتقد ان لدينا رئيس وزراء ايضا لديه يعني من قوه الشخصيه ان هو بيقدر طبعا يتابع ويدير هذا الامر بشكل احترافي. وده يمكن ياخدنا يمكن حضرتك الى القوانين التشريعات، طبعا مهمه جدا لجذب الاستثمار. انت لديك يعني محاوله لجذب المستثمرين، التشريعات ايضا تخدم او تخدم هذا الدور بالضروره يعني. وهنا يعني التسهيلات على شباب المستثمرين ودعمهم والبعد عن البيروقراطيه والروتين، ده مهم جدا لجذب مثل هذه الصناعات الكبيره. صحيح، زي ما حضرتك ذكرت هو طبعا ما وجه به الرئيس من عامين تقريبا لفكره التحول الرقمي في مصر. النهارده حضرتك ما اخذ به معالي وزير الماليه فكره الرقمنه هنا، ولابد ان يعلم الناس ان فكره يعني اولا ما حدث بالنسبه للضرائب وما حدث بالنسبه ايضا للجمارك وفكره الربط الالكتروني بين هذه المؤسسات او هذه المصالح الايراديه، فكره ان حضرتك بتحاصر الاقتصاد الموازي اللي هو بيعتبر يعني اكبر يعني جهه بتحارب حتى تدفق الاستثمارات لمصر، لان نعم. فكره حتى عمل دراسات للسوق من الصعوبه بمكان ان تجد ان في اقتصاد 50% منه بيعمل في الخفاء. نعم،
وده مهم جدا، اشكرك عليه وعلى هذا التوضيح. المهندس محمد البهي عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه كنت معنا عبر الهاتف.